نسق مراجعات واعتماد تقرير الندوة العربية الثانية للسوق الغذائي، فهو الشرق الأوروبي الإخواني الكبار في هناك لما كنا في عمان، وعملنا الصيغة التي تم إعدادها، صيغة التقرير الخاص بالندوة على جميع اللي كانوا حاضرين معنا في الندوة، وجاتنا بعض الملاحظات. طبعا ورددنا ملاحظات من حسب ما جاني في الرد على الايميل اللي بعثناه، جاتنا ملاحظات من جمهوريه مصر العربيه، جاتنا ملاحظات ايضا من دوله الامارات العربيه المتحده، وايضا ملاحظات من الاخوه في الجمهوريه الجزائريه. فالملاحظات اللي وردت لحد الان ما عرفتش واش في حد ثاني عنده اي ملاحظات، فقط الاخ كذلك علي الغافي ما كانش عنده ملاحظات. بعد فقط كان هناك خطا في المسمى، الاسم المدير العام كان الكلمه كانت ناسخه، فاظن هذه الدول اللي جاتنا منها ملاحظات. ما عرفتش واش في احد منكم ارسل ملاحظات، ممكن تكون ما وصلتنيش. في حد فيكم بعث ملاحظات بالنسبه للمحضر؟ فقط انا بعد مراجعه الملاحظات الوارده سواء من مصر او من اخوان من الامارات، الاخ انا بالنسبه للملاحظه جاتني من الجزائر، الاخ عبد الله عبد الحليم، فاعتقد ان في ملاحظات موجوده، لكن عموما هذه الملاحظات لم تمس يعني الفحوى ديال التوصيات. انتم عارفين بان كل فعاليات اهم شيء فيها وهما التوصيات الصادره اللي كتكون بناء على المناقشات اللي تمت خلال الفعاليه. فعندنا توصيات، بعض الملاحظات اللي جاتنا مثلا من مصر تقول بان ممكن من مصر وكذلك ايضا من الامارات، تقول بان ممكن ان التوصيات لا يتم ادراجها في بدايه المحضر ويتم ادراجها في اخر المحضر، ويكون طبعا حسب ما هو معمول به حتى عندنا في المنظمه، يكون هناك خلفيه حول عقد الفعاليه الندوه، ثم يكون هناك البرنامج والمشاركين، ثم البرنامج، ثم النقاط التي تم او البنود التي تم التطرق اليها في اعطاء يعني بعض التوضيحات على كل بند ما تم، ومن في الاخير يتم اللجوء الى التوصيات. اذا لاحظتم التقرير اللي كنا عملنا عليكم انه بدا بالتوصيات، جلب التوصيات في المقدمه ديال الاجتماع، ثم في كل جلسه عملنا التوصيات التي تم اقتراحها خلال الجلسه، وفي الاخير طرقنا الى التوصيات في اخر الاجتماع، جميع التوصيات جربناها كل جلسه والتوصيات او كل بند اساسي التوصيات اللي كتعلق به. هذا بالنسبه للتقرير اللي كنا عملنا عليكم. بعض الملاحظات جاتنا من اخوان الجزائر، انا كنت جاتنا في شويه متاخرات فما كانش عندنا الوقت اننا نقراوها، ولكن ممكن انني اعمل لها بارتاج معكم، نعمل لها شير معكم. فقط نشوف شنو لو هناك اي ملاحظات اللي هي كتمس يعني في الفحوى التوصيات، او هي فقط ملاحظات تتعلق بال يعني بالتعبير يعني اللغويه. اذا هذه الملاحظات اللي جاتني قبل قليل من الاخوان من الجزائر، فكيلاحظ بان التقرير ملخص تنفيذي للتقرير، كيلاحظ بان كلمه تنفيذي ممكن تحذف. بالنسبة للنقطة المتعلقة بتعزيز التنسيق في المنطقة العربية، الدعوة يطلب من الدعوة إلى ترشيح المملكة العربية الهاشمية تنقصر إضافة العبارة التالية على أن تقوم نقطة اتصال بالمملكة العربية الهاشمية بإرسال خطاب في هذا الشأن إلى جميع نقاط الاتصال العربية للسوق الغذائي. كذلك بالنسبة هناك موافقات، هناك موافق واحد، فكيقول بأن لا داعي لذكر الرقم الموافق. طلب كذلك إضافة نقطة خاصة بتوحيد المصطلحات وتكوين فريق عمل عربي يتكفل بعدد قاموس لغوي تقني في عدد مبادرة. فبالنسبة هنا أخي العزيز، بالنسبة لتوحيد المصطلحات، المصطلحات خاصة بالهدف، هذا من إحدى المهام اللي تقوم بها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعديل. أنا نشوف لو في أي نشوف القواميس الموجودة في المنظمة ممكن نعمل لها شير مع الإخوان الأعضاء اللي كيشتغلوا معنا في المبادرة العربية للتسوق الغذائي. فهذه كتكون مهام المنظمة، ولكن نقطة مهمة ممكن نشوف كيف راح نتعامل معها ان شاء الله مستقبلا. حليب النوق او حليب الناقه اعتقد، فهذا بخصوص النقطه الخاصه بالانشاء، السؤال يطرح حول مصير وضعيه مشروع المواصفات الاقليميه لحليب ابن في اطار لجنه التنسيق والدستور الغذائي في الشرق الادنى، والذي منصب لها المملكه العربيه. اما الاقتراح الوارد في التقرير والذي كان كالاتي، فان هذا يدخل في اطار الشغل العادي لهيئه التقيس العربيه نظرا لعدم اضافه كلمه الدستور الغذائي.
بخصوص النقطتين المتعلقتين بتاعي المستشارين، فإن هذا الموضوع لم يتم تطرق إليه خلال أشهر الندوة، ومن الأحسن حذف هاتين العبارتين على اعتبار أن هذا الموضوع يحتاج إلى اجتماع خاص لشرح الإجراءات وكيفية تعيين ما اتفق عليه باسم المستشارين. كذلك يتساءل حول المقصود بالمواصفات الإقليمية لبعض المنتجات مثل الزبيب والعسل، باعتبار أن المبادرة على الأساس الغذائي علما أنه توجد مواصفات دولية متعلقة بالعسل في إطار لجنة وكآخر تعديل كان 2019. بخصوص النقطة المتعلقة بمراجعة دليل إجراء الدستور الغذائي والمنطقة أي مبادرة العربية للدستور الغذائي في المنطقة وموائمته مع متطلبات الدول العربية، هذه النقطة تتكلم عن موائمته في حين أنه لم يتم طرح هذا الدليل للإثراء هو المناقشة، فبودنا الاطلاع على هذا الدليل إذا أنه لم يتم طرح هذا الدليل للنقاش خلال يومين أشهر. هذا الدليل أخي العزيز تم العمل عليه في إطار المبادرة العربية لسلامة الغذاء أو الطريق العربي لسلامة الغذاء، وهو من الفرق اللي تم تشكيلها من قبل في إطار المبادرة في إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقليص والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وجميع الدول العربية وبدعم من الميل. فاشتغل هذا الفريق الشمال وأصدر هذا الدليل، وهو دليل صراحة طلعت عليه سابقا وهو دليل مهم جدا، ولكن ممكن أن نعمم على الجميع الاطلاع عليه، مش مشكلة. دونك هذه هي الملاحظات ديال ممثلي جمهورية الجزائر، فلو عندكم أي ملاحظات حول هذه حول المقترحات أو الملاحظات جمهورية الجزائر. ممكن أستاذ أحمد بالشات، بس لو تفتح الشات عندك موجود بعض الملاحظات. أيوة أنا راح أسكر الشيرين. حليب النوق وليس حليب الناقة. الأخ سليم عندك لو فضلت تعديل عن بعض مصطلحات كلمة جهوية باستبدالها بالشائعة. الأخ أحمد، كلمة الجهوية في المشرق العربي غير دارجة أو غير شائعة، فإذا رأيتم ذلك، وايضا النوق تكون كلمه النوق بدل النياق يعني. اوكي، هو حليب النوق مكتوب حليب النوق في المقترح الجزائري، حليب النوق المقترح للاخ من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ ويصلي، فقط مصطلح النوق هو عبارة عن مصطلح عربي بجمع ناقة، نخليوها الإبل مش مشكل يعني يا كلها الإبل. هذا هي بين هي ال هي الإبل تنطبق على الذكر والأنثى، لكن النوق تنطبق على من ينتج الحليب. بالضبط. نعم نعم أستاذ، منفوق أخي نستفيد. أضم صوتي للمهندس أحمد بشه. بالفعل المصطلح متعارف عليه النوق. أعتذر على التأخير في الدخول وارحم جميعا، بارك الله فيكم. مرحبا أستاذ علي. مرحبا أخي علي، مرحبا بك مهندس. إذن هذه الملاحظات اللي وجدتنا، هنا كاين ملاحظات مهندس أحمد. بالنسبة لمدينة عمان أتوقع لا توجد ملاحظات فقط. صحيح أنا قلت في الأول أن لا توجد ملاحظات، وشفت ملاحظات اللي بعثتي لي بالإيميل بأن يعني فقط تصحيح عبارة المسلم الأخ سعيد. فلو عندكم أي ملاحظات جوهرية إحنا راح ناخذ وراح نعطيكم فرصة لغاية يوم الجمعة كآخر موعد أقصر موعد باش تعطونا ملاحظاتكم على التقرير، ولكن يوم الجمعة خلاص سنعد الصيغة النهائية للتقرير ونعمم عليكم بعد إن شاء الله. تصرفات يعني أفراد العائلة. أنا عندي بعض الملاحظات راهم في الشات، وفقط البداية ديال التقرير
كانت في بعض التعديل على أساس النقطة الأولى بخصوص تعزيز القدرات، أنا أضفت والتعريف بمجال الدستور الغذائي، وحاولت نجمع بعض النقاط التي يمكن أن تكون في هذه الفقرة. كل التعديلات هي بالأحمر، والنقطة ما قبل الأخيرة تأمين وسائل التعريف واستدامة المبادرة العربية، هي أخذتها من الفقرة اللي لتحت وأضفتها هنا علشان تكون متناسبة مع يعني مع التعريف بالمجال. وأيضا أضفت نقطة أخيرة قد اقترحتها في الاجتماع الأخير، في اجتماعنا الأخير في مسقط، وهو دعم الدول العربية الراغبة لإعداد وصلات تعريفية تصويرية لمنظومة الدستور الغذائي الوطنية في كل بلد. فنتمنى أن تكون هذه النقطة هذه يعني مدعومة بالأصدقاء لإضافتها إلى الفقرات. وبعد في الفقرة الثانية تعزيز التنسيق في المنظمة العربية، كان بعض يعني بعض الملاحظات هي الصراحة من ناحية تسهيل القراءة فقط. وشكرا أستاذي. شكرا جزيلا. لو أخي عبد الكريم بعت لي هذه الملاحظات على الواتساب أو على الإيميل. إن شاء الله إن شاء الله ممكن. إن شاء الله ما كان مشكلة. شكرا. الأخت عريش، تم التطرق خلال الاجتماع فيما يخص موضوع ضرورة إعداد تعليمات أو دليل إرشادي لإنشاء اللجان الوطنية لهيئة الدستور الغذائي. بروفيسور صامويل، ما فيش أدلة استرشادية خاصة بإنشاء لجان فنية وطنية للدستور الغذائي؟ هيئة الدستور الغذائي ومنظمتي الفاو ومنظمة الصحة العالمية أصدر يعني بعض الإرشادات في هذا المجال، بما في ذلك المواد التدريبية التي تم إعدادها والتي تعتبر متواجدة على موقع هيئة الدستور الغذائي، وأيضا على موقع الفاو. من ضمن هذه المادة التدريبية هناك يعني بعض الإرشادات المتعلقة بكيفية إنشاء وتفعيل لجان وطنية للدستور الغذائي، هذا إضافة طبعا إلى ما تم التوصل إليه من خلال المبادرة العربية نفسها، وهذا يعني من خلال المبادرة العربية لسلامة الغذاء وتيسير التجارة، ليس المبادرة العربية للكوليكس، يعني ما سبق مبادراتنا الآن، والذي ذكرته عدد من المرات زميلتنا السيدة مريم عيد، بحيث تم إعداد دلائل إرشادية يعني مخصصة للمنطقة العربية اعتمادا على ما تم إعداده عالميا. إن شاء الله. وإحنا لو عندنا بعض الأدلة فممكن نشتغل عليها مستقبلا إن شاء الله في إعداد أدلة باللغة العربية استرشادية، لأن لاحظت بأن عدد كبير من الدول العربية في حاجة ماسة إلى إنشاء لجان وطنية متخصصة في مجالات لجان هيئة الدستور الغذائي. هذه النقطة إن شاء الله ممكن نشتغل عليها، ولو ممكن حتى أننا ندرجها في الاجتماعات القادمة ديال الاجتماعات التنسيقية. وهكذا فممكن مثلا كل اجتماع أو تحضير للجنة لجان لهيئة الدستور الغذائي في مجال محدد لهذه اللجنة، ممكن نشتغل نشوفوا الدول خلال العروض اللي تقدم الدول، من هي الدول اللي عندها لجنة وطنية في هذا المجال، ومن هي الدول التي ليست لها لجنة وطنية، وشنو العائق اللي كيحول دون إنشاء لجنة وطنية في المجال اللي احنا نعقد فيه إن شاء الله الاجتماع. هذه نقطة ممكن نرجعها إن شاء الله في الاجتماعات التنسيقية القادمة. مهمة هذه النقاشات لأن هي اللي كان يدعو عليها في وضع استراتيجيات المبادرة العامة للدستور الغذائي اللي ممكن نفذوها في المستقبل إن شاء الله. في حد عنده أي مداخلة بخصوص تقرير الاجتماع؟ أخت سكينة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير جميعا، نحمد الله على سلامتكم. الله يحفظك. في عندي ملاحظة بسيطة هي بس على الاجتماع في مكررة، هي في التوصيات الأولى والثانية بخصوص إنشاء فريق خاص بالأغذية الجديدة، ممكن
إنشاء مجموعة عمل إلكترونية لدراسة المشاريع المعروضة على الدستور الغذائي والمتعلقة بالمصادر البروتين الجديدة المقترحة مثل البروتينات المتأثرة من الحشرات. أعتقد بالنسبة لموضوع أي مثلا برودة خاصة مثلا أو نواة مش خاصة من الحشرات تقريبا يعني كشريعة إسلامية محرمة صح؟ وأعتقد أنه ما فيش أي لازمة لإنشاء المجموعة هذه. مسموع الصوت أستاذ أحمد؟ مسموع الصوت. خلينا نرجع للتقرير. تتكلم عن التوصيات صح؟ نعم. في أي بند؟ أي جلسة؟ موجود في الجلسة الرابعة وموجود في بداية صفحة التوصيات. صفحة ستة. مدرج حتى في التوصيات الملخص الأول يعني ملخص تنفيذي للتقرير موجودة ضمن التوصيات. صفحة 6 عندي هنا أمامي الآن. إنشاء دعوة تدريب عقد دعم المشاركة في عمل الدستور الغذائي. إنشاء مجموعة إلكترونية لدراسة المشاريع المعروضة على أحمد على مستوى النقطة 3. إنشاء مجموعة عمل إلكترونية لدراسة المشاريع المعروضة على الدستور الغذائي المتعلقة بمصادر البروتين الجديدة المقترحة مثل البروتينات المتأتية من الحشرات. ما لهاش لازمة هذه بالنسبة للفقرة هذه أستاذ أحمد. لا سي أحمد إذا سمحتي. تفضلي الأخت خديجة تفضلي. جوستومون هذه هي الملاحظه اللي كانت عندي يعني ماشي يعني غتكون مجموعه العمل على مصادر البروتين ولكن غتكون على المصادر الاغذيه ونظم الانتاج الجديده يعني هو موضوع يعني اكبر من موضوع الحشرات وما الى ذلك يعني ممكن حتى لو تعديل الفقره لو سمحت انا يعني. انا عندي ملاحظه يعني غادي نرسل الملاحظه ديالي في هذه النقطه بالذات. اوكي هي ممكن بس نحطوا ان متعلق بمصادر البروتين الجديده المقترحه فول ستوب بدون مثلا تطرق للبروتينات المتاتيه من الحشرات لان اوريدي البروتينات المتاتيه او اي مصدر يعني اي شيء برودكت خاص من المنتج من الحشرات عندنا وفق الشريعة الإسلامية يعني هي محرمة في عدة محرم بالضبط إيه في عدة يعني حتى مثلا الألوان وكذا هيك مثلا في الصبغات المستخلصة من الحشرات وتأبر يعني أي شيء خاص من ناتج من الحشرات يعني يعتبر محرم شرعا. أعتقد ممكن تحطوا متعلق بمصادر بروتين أو بروتينات جديدة فقط يعني كوليسترول. تمام. الأخت خديجة راه تبعث لي ملاحظات صح؟ لا غادي نبعث صافي هي الملاحظة ديالي عندي هي الملاحظات دونك هادي وواحد شوية بس غادي نبعث ديجا ممكن نكمل الملاحظة نتاعي بس لو سمحتي لي. تفضلي أخي. بالنسبة لتطوير مواصفات إقليمية مثل العسل والزبيب. أريد عندنا مواصفة عسل صدى على الكودكس، هل تقترحوا مواصفة أخرى ولا ما فهمتش يعني بالنسبة للفقرة هذه تطوير مواصفات إقليمية، مواصفة دولية موجودة في الكودكس مش إقليمية. تقترحوا أعداد مواصفات جديدة ولا يعني نحتاج لها شيء بالضبط؟ هو شوف دائما يتم الاستئناس بالمواصفات الدوليه او الاقليميه في اعداد المواصفات الاقليميه لان لو في مواصفه مثلا ديال العسل وحتى عندنا على مستوى المنظمه في مواصفه عربيه في مواصفه قياسيه عربيه موحده للعسل فهذه ممكن ناخذوها كاساس نشتغلوا عليها باش نصدروها كمواصفه اقليميه اذا كانت هناك مواصفه صادره اصلا على مستوى هذا الدستور الغذائي فاعتقد ان ممكن هي لان احنا كنتكلموا على تطوير وليس اعداد. هي في مواصفه رقم 12 واخر ابديت من لها 2019 فهل في ملاحظات مثلا الدول ان بحاجه لتعديل او فقره معينه او مؤشر معين او لا؟ يعني هذا اللي ناقصني. اها
هذه ممكن لو يعني سبب ادراجها، بس سبب ادراج العسل الاقليمي، مواصفة اقليميه للعسل، يعني هل في حاجه الى الموضوع ده والا لا؟ اخ سامويل، هذا البروفيسور بالنسبه لهذه النقطه هذه بالذات، تم ادراجها بناء على طلب احدى الدول ولا؟ هو تمت مناقشتها، اعتقد انه الاقتراح اتى حسب ذاكرتي من الزملاء من اليمن، والفكره هو انه هناك منتجات عربيه ذات خصوصيات يعني تعطيهم ربما يعني اختلاف على خصوصيات اخرى، مثلا in this case يعني العسل اليمني مثلا، او لو هناك عسل من منطقة عربية يعتبر يعني له خصوصيات يعني تعطيه قيمة مضافة، فمن الممكن ان يتم التطرق الى تفكير في اعداد مواصفات إقليمية. نحن هنا نتحدث يعني بما اننا نتحدث عن الكودكس لا يمكن ان لنا نتحدث عن مواصفات وطنية، يجب أن نتحدث عن مواصفات إقليمية لإقليم الشرق الأدنى، بحيث تتم من خلال إعداد هذه المواصفة يعني حماية هذا المنتج وإعطاء أيضا طابعه الخاص، مما يدعم تواجده في الأسواق أولا الإقليمية، ومن ثم ربما يعني مساعدة إلى تسويقه عالميا. هذه الفكرة. نعم ممكن، بس البروفيسور تعديلها، بس يعني مش هي كمواصفة إقليمية للعسل، ممكن منتجات العسل أو منتجات تحتوي على العسل، مثل مضاف لها ألواز أو تمور مخلوطة بالأنواع من العسل، أو بعض الأنواع مثلا عندنا مثلا حتى في ليبيا عندنا أنواع مثلا السدر الزعتري كذا، يعني في عدة أنواع للمسميات للعسل حسب المنطقة وحسب نوع الزهور اللي تتغذى منها الحشرات النحل. بحاجة بس لتعديل المسمى، مش كعسل لا، منتجات ممكن عسل أو منتجات تحتوي على العسل. ربما نعمم أنواع العسل، أنواع العسل، وربما نعمم الملاحظة بأكثر، يعني بما أنه النية هي ليست فقط للعسل، هو يعني هو العمل على إعداد وصفة إقليمية تدعم المنتجات العربية ذات الطابع الخاص أو ذات القيمة المضافة. لو نستعمل هذا اللفظ هذا يكون يعني عام جدا، يغطي كل المنتجات المقترحة ممكن. أيوة بالضبط. أعتقد الأستاذة الدكتورة موزة حابة تحب تأخذ كلمة، تفضلي الأستاذة موزة. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مداخلتي مش على الريبورت بصراحة، يمكن أنا شوي تأخرت في رفع إيدي، كان مداخلتي فيما يتعلق بالدليل الإرشادي للكودكس اللي يتكلم عن كافة أعمال الكودكس بما فيها الإجراءات واللجان وغيرها. إحنا يعني تحصلنا على هذه النسخة كدولة إمارات، وللأسف لقينا فقط باللغة الإنجليزية، فكمبادرة من دولة الإمارات تم ترجمتها تماماً كامل، وتم يعني رفعها كمسودة مبدئية قابلة للنقاش والتنقيح والتعديل من كافة الدول العربية إذا في أي ملاحظات. فأعتقد الأخت خديجة رفعتها للمنسق الإقليمي يمكن، فممكن. السلام عليكم. أي صحيح، تم رفع المسودة النسخة المترجمة للمنسق الإقليمي، وهو تحت المراجعة بعد من قبل المنسق الإقليمي، بس في مجال أيضا نعممها على الأعضاء الموجودين هنا. أوكي أختي خديجة، بعتيها لي نشوفوها إن شاء الله معكم، ونشوف لو عندنا ملاحظات ممكن نخليو الإخوان كلهم يشاركوا في الملاحظات ديالها، وهكذا تكون واحد الصيغة منقحة، وتكون صيغة يعني تكون باش تطلع ويستافدوا منها جميع الدول العربية إن شاء الله. إن شاء الله. أخ عبد الله. أستاذ أحمد. أخ عبد الله. شكرا أستاذ. تفضل خويا. حبيت فقط لو كان ننظموا المناقشات ونكونوا عمليين. نبدأ من الشكل التقرير ثم ندخل في النقاط نقطة بنقطة، هذا اقتراح على كل حال.
حتى نربح الوقت الأستاذ صامويل يظل شاطر من الرأي. حبيت نتكلم عن النقطة تاع انه آخر أجل الاقتراحات يوم الجمعة، يعني هل فيه زوم يوم الجمعة بالاعتماد التقرير النهائي؟ أعتقد يوم الجمعة لأن جينا فترة العيد والعطل وكذا، فهذاك الشيء خلينا يوم الجمعة، ما فيش عندنا وقت كثير باش نكونوا نعتمدوا، لأن صعب. فأعتقد أنه أستاذ أحمد نقصد لك، أنتم اقترحتم منذ قليل يوم الجمعة كآخر أجل للملاحظات، معنا... للملاحظات إيه؟ فقط لإبداء الملاحظات نظريا حيكونوا تغييرات في التقرير. لا بس ما يكون يعني تغييرات، يعني في ان شاء الله ممكن نضموا اجتماع اخر بعد العيد، مش مشكله، ممكن نضموا اجتماع بعد العيد، ولكن ممكن نعتمدوا يعني في، اعتقد ان حتى الملاحظات مش ملاحظات يعني جوهريه، هي فقط شكليه في الصيغه في طريقه اعداد التقرير. استاذ احمد اسمح لي المقاطعه، احنا انا محتاجين التقرير بمعنى كورقه عمل، مدى بينا بيودينا يكون تقرير نهائي ومضبوط. شوف أخي قبل الأجل أخي عبد الله، لو جاتنا ملاحظات من يوم الجمعة، ملاحظات جوهرية في العمق، ممكن نعقد اجتماع لمناقشتها وإعداد التقرير بصيغته النهائية. لكن إذا كانت هناك ملاحظات شكلية، أعتقد أن التقرير معتمد. يعني أستاذ فقط على حول العنوان تاع التقرير ملخص تنفيذي. تنفيذي، كلمة تنفيذي أنا طرحتها في بداية الاجتماع. شاطر الرأي، تنفيذي كلمة نوعا ما تنفيذية يعني. إلزامية، اتفقنا على النقطة، نحذفوها، لكن كلمة ملخص توحي بوجود تقرير آخر مفصل. يعني باش نكونوا من أحسن العاملين، نعتمدوا في الصفحة الأولى اللي فيها صورة الشركاء وصورة جماعية، نكتبوا تقرير وتوصيات من دول عربية ثانية. أحسن إن شاء الله. إحنا في جميع الأحوال يوم الجمعة إن شاء الله راح نأخذ جميع الملاحظات ونعد التقرير في صيغته النهائية وغنعمو عليكم إن شاء الله. أستاذ سمح لي مك على العسل. نعم. عندك واحد الملاحظة في اعتبار يتكلموا هنا في الصفحة الثالثة، تطوير مواصفات إقليمية. هنا عندنا حاليا كاين مواصفات العسل اللي هي 12981 معدله في 2019، صح؟ يظهر لي مش منطقي نعاود نتكلموا على مواصفه اقليميه. هما قالوا في اطار دستور غذائي، هما قالوا مثل يعني هما عطاو على سبيل المثال، هما عطاو على سبيل المثال العسل والزبيب على سبيل المثال، يعني مش مركزين يعني على العسل بالذات، فقالوا يعني تطوير مواصفات اقليميه بصفه عامه. تفضل اخي اكرم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة أستاذ أحمد وعلى كل الزملاء وصولهم إلى بلدانهم. أنا حبيت بس أعلق عن النقطة هذه اللي ذكرتها المهندسة من ليبيا بخصوص تطوير العسل والزبيب. هو كان في مقترح أثناء الندوة أنه في أوقات تكون خصوصيات لبعض المنتجات الوطنية، يعني إحنا عندنا في اليمن للموضوع العسل عملنا دراسة للعسل، وتم أخذ يعني دراسة ميدانية وسحب عينات من كثير من المناطق باليمن حتى أصدرنا مواصفة قياسية يمنية وطنية. يعني الموضوع هنا ليس القصد أخي أكرم، الصوت عندك نعم، فقط سؤال. القصد منها أن يكون هناك مواصفة يعني ذات طابع وطني، يعني اسمعني سيد احمد، يعني المواصفه الوطنيه عندكم اليمنيه تختلف عن المواصفه الدوليه، في اختلاف كبعض المتطلبات؟ نعم يكون في اختلاف فيها، نعم. فنحن كان الفكره من هذا المنطلق انه يكون في خصوصيه لانه اوقات ناخذ المواصفات من يا كمواصفات اقليميه او دوليه، لكن نحن اخذناه من منطلق انه يكون ذات طابع وطني لهذه المنتجات الوطنيه. واضح واضح واضح. أستاذ أحمد بفضلك، أستاذ الأخير، الجملة عبارة تطوير مواصفات إقليمية،
يعني غير واضحة. إذا تكلمنا عن مواصفة عربية يعني هو الشغل الحصري والواضح للأيتسمو. هم يقصدوا بالإقليمية العربية يعني باش تكون واضح. إيه أنت أيتسمو هو ما يكون تطوير أحمد يقوم بهذا العمل التقني. كلمة المصطلح التطوير مصطلح حتى على مستوى الأيزو يستخدمونه كثيرا كلمة تطوير المواصفة. فلما تكلمت على تطوير المواصفة ممكن تكون على شكل مشروع وليس ما طلعش ما خرجش الوجود وما كيطوروها باش تكون كمواصفة. ممكن تكون مواصفة نظام الأيتسمو. نعم إلا فهمنا الجملة جيدا هو مشروع يبتدأ أو يطور من طرف الأيتسمو. لا يتم تطويره من خلال لجان المشكلة مع عضويتها من الدول الأعضاء في الكودكس سواء في الكودكس سواء في الأيتسمو. كل حال يظهر لي تقنيا أن الكودكس عنده منطقة اللي هي منطقة الشرق الأدنى وكاين دول أخرى لا تنتمي إلى المنظمة الأيتسمو. إلى حبينا نتكلموا عن أصفاء كاينة واحدة كاينة إيران فقط كاينة إيران فقط لما كاينش الأيتسمو فقط. بروفيسور سامويل فقط هو يعني توضيح أنه ما نعني به بالمواصفات إقليمية في إطار مناقشاتنا كان مواصفات إقليمية لإقليم الشرق الأدنى لأننا نحن نتحدث في نطاق الكودكس. هذا لا يعني أنه ممكن أن تكون مبادرات أخرى ممكن أن تعنى بإنشاء مواصفات إقليمية على صعيد العربي أو على صعيد الخليجي أو غيره، لكن ما قصدناه في مناقشاتنا هو مواصفات إقليمية في إطار إقليم الشرق الأدنى. واضح أخي عبد الله؟ أستاذ ويسا فقط هي عبارة عن توضيح المصطلحات فقط. مواصفات العربية الهيئة المخولة الشغل الشاغل لأيتسمو وكما تفضل أستاذ سامويل الكودكس من الشرق الأدنى يقترح مواصفات جهوية أو دول إقليمية خاصة بالشرق. أنا أكد فقط عن النقطة هذه ونفس الانشغال فيما يتعلق بحليب الإبل لأننا احنا عندنا في الجزائر شغل عندنا اشتغلنا على هذه المواصفة وأرسلنا لا أدري إن كان منسق الإقليمي حاضر خالد زهراني غائب الله أعلم غائب مش موجود هل هذه المواصفة راهي كما جاوبني الأستاذ سامويل مجمدة أو نائمة أو منسق الإقليمي عنده كلام في هذه المواصفة بالذات تاع حليب النوق؟ هل كاين عمل مستمر أم راح نعودوا نتوقفوا على هذه المواصفة ونخدموا مشروع جديد؟ لأني في ما فهمت من التقرير حول مواصفة الجهوية الإقليمية يظهر لي أن هذا العمل دائما تقيس عربي هو مهمة الأيتسمو. وشكرا أستاذ. شكرا أخي عبد الله. إننا لما نتكلموا على المبادرة العربية للدستور الغذائي إحنا نتكلموا على المبادرة العربية في إطار الكودكس إطار الدستور الغذائي. فلما نتكلموا هنا على مواصفة إقليمية إحنا نتكلموا على المواصفة على مستوى الإقليم الشرق الأدنى. موضوع المواصفة القياسية العربية الموحدة هذيك يتكلموا عليها في إطار أعمال واجتماعات اللجنة العربية العليا للتقييس اللي عندها اجتماعات خاصة عند لجان فنية عربية متخصصة تترأس أمانتها اللجنة الفنية دول كل دولة عندها تترأس أمانة لجنة فنية عربية. إذا فممكن يكون هناك واحد تعاون ممكن يكون هناك تعاون ما بين شغل دي المنظمة العربية اللي كتقوم بإعداد مواصفات قياسية عربية موحدة هدف منها وتسيير التجارة العربية البينية في المنطقة العربية أنها ممكن هذه المواصفات ممكن أن يتم الاستئناس بها مثلاً أو الاسترشاد بها ودعم اللجنة الشرق الأدنى في مثلاً في إعداد أو في تطوير بعض المواصفات على المستوى كما قلنا مستوى إقليم الشرق الأدنى. هذه في إمكانية لكن فقط بالنسبة للمصطلحات كما ذكرت أن لما نتكلم على المواصفات إقليمية في إطار شغل المبادرة على السوق الغذائي فنحن نتكلم على مبادرات يعني تخص الشرق الأدنى اللي فيها جميع تقريبا دول شمال إفريقيا والدول العربية بالإضافة إلى 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 إيران. أخت سكينة يمكن حابة تكلمين أخت سكينة. أستاذ أحمد ممكن إضافة؟ على كل
على بس على ملاحظة أخيرة بس لو سمحت أستاذ أحمد، أنا راح أعطيك آخر ملاحظة، لأن عندنا إحنا الآن غنخلي لكم المجال في إبداء الملاحظة إلى غاية يوم الجمعة إن شاء الله. وكما قلت، إذا كانت هناك ملاحظات محورية، ملاحظات مهمة جدا اللي هي فنية، هذيك الساعة إحنا ممكن نعقدوا اجتماع ما بعد العيد لمناقشتها. إذا لم تكن هناك ملاحظات يعني في العمق فنية، إحنا ممكن يعني نختصر فقط الملاحظات اللي هي عند علاقة بالصياغة والشكلية. مش بالصياغة بس، ممكن إضافة مع التوصية بتدريب نقاط الاتصال في هذه الأصول الغذائية على استعمال هذه الإجراءات وكذا، ودعم الدول في إنشاء اللجان الوطنية الخاصة بالكودكس. أعطيني صيغة التوصية، كيف حبي التوصية تكون مصاغة في التقرير؟ حنبعتها لك إن شاء الله، حنبعتها لك توصية صيغوها. أوكي، حنبعتها إن شاء الله. في عندي بس لو إضافة فقرة خاصة بتنسيق العمل مع الإقليم، شغل الإقليم كده، وفي مثلا إضافة فقرة معاش وين تضاف، بس هنزيل راجع التقرير، ممكن إضافة فقرة على أساس الشغل يكون على متناسق مع الشغل الإقليمي. خلاص، هذه زيديها كتوصية، زيديها في الشعب، زيديها في التقرير. شكرا جزيلا، شكرا. شكرا على الملاحظات، هذه ملاحظات قيمة، وهذه ممكن ناخذ بها إن شاء الله في إعداد توصيات ضمن التقرير الندوة. عندكم توصيات أخرى أو ملاحظات أخرى ممكن نضمها للتقرير؟ أستاذ دويصري. نعم سي حمد الله. من فضلك حبيت نتكلم عن نقطتين اللي تكلموا فيهم على في الصفحة 3، يتكلموا عن تعيين مستشارين. يعني هذا الموضوع أول حاجة لم يتم تطرق إليه في اليومين 10 و11. نقطة ثانية، احنا بودينا حذف هاتين عبارتين. الأولى هي التزام جمعية عالمية بتمويل حضور دولتين كمستشارين، والنقطة الأخيرة التنسيق بين نقاط الاتصال لتعيين مستشارين لحضور اجتماعات اللجنة التنسيقية للمنسق الإقليمي. يعني هذا الموضوع يحتاج إلى اجتماع خاص لشرح الإجراءات وكيفية تعيين ما أطلق عليه في التقرير بالمستشارين وفقا لإجراءات هيئة الدستور الغذائي. ما عرفش واش كنتي موجود، أنا صراحة كنت غير موجود لأن بسبب الأزمة الصحية اللي كانت صارتني، فكان في اليوم الأخير هذه النقطة ناقشوها واتفقوا عليها جميعا في اليوم الأخير اللي كان في ولكن المؤتمر على هامش شهر المؤتمر. ولا أنا نخلي أنا البروفيسور سامويل كان حاضر في على هامش، يعني في الاجتماع اللي كان على هامش اليوم الأخير للمؤتمر. البروفيسور سامويل عنده يقول في هذه النقطة. تفضل بروفيسور. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، ولك الحق أخي العزيز أنه لم يتم التطرق لذلك خلال يومين الاجتماع نفسه، لكن أتى ذلك من خلال اقتراحات زملاء من جمهورية مصر العربية حول كيفية دعم المشاركة في اللجنة التنفيذية وكيفية تحفيز الحضور العربي مساندة للعضوين المنتخبين، أي المنسق الإقليمي والعضو الممثل للإقليم. صحيح أنه لم نتطرق إلى أسلوب كيفية تسمية هذين المستشارين، لكن يعني اعتماد مسمى المستشارين هو they are advisors هو ما يستعمل في الدستور الغذائي. من الممكن أن يكون هناك مستشارين يحضران اجتماعات اللجنة التنفيذية مع منسق ومع العضو الممثل للإقليم، واللذان هما حاليا المملكة العربية السعودية بالنسبة للمنسق الإقليمي وإيران بالنسبة للعضو الممثل للإقليم. فنحن حتى الآن التزمنا فقط بأننا سنكرس تمويل لحضور اللجنة التنفيذية من قبل من يرغب في ذلك أو من يطلب ذلك، ولكن أنت على حق، لم نتحدث عن الأسلوب أو الطريقة التي سيتم يعني تعيين هذين المستشارين يعني بطريقة تنسيقية ما بيننا. فهذا إن شاء الله سنتطرق إليه لاحقا، وسنجعله كنقطة نقاش لمبادرتنا العربية حول كيفية اعتماد مستشارين يطلبان الحضور وكيفية تنسيق ذلك. شكرا أستاذ سامويل على كل حال
على الشرح، يعني من الأفضل إرجاء هذه النقطة لاجتماع آخر إن أمكن. وسترجع لاجتماع يعني آخر، لكن بما أنها يعني نحن لم نتبع أسلوب ريجيد you know يعني حاد يا حاد بالنسبة لكيفية التطرق للتوصيات، لأننا يعني أخذنا حتى توصيات تم ذكرها في اليوم الأخير، لأننا اعتبرنا أن كل الزملاء كانوا حاضرين، يعني أغلبية الدول كانت ممثلة، ولم نعتمد أسلوب الدستور الغذائي نفسه الذي يقول أنه عندما يعني تنتهي المناقشات في اليومين المخصصين لن نعتمد أي توصية أخرى. كانت هناك العديد من إذا فعلنا ذلك فنصف التوصيات ستذهب. لا أستاذ صامويل، أنا أقدر الجهد الكبير اللي بذلته هذوك الأيام، لكني حبيت نتكلم على هذه النقطة بالذات في أشغال منفصلة، لأنه موضوع كبير ومهم جدا للمنطقة العربية. فضلت كان ندير إرجاء لهذه النقطتين إلى اجتماع آخر أو إلى ندوة أخرى للاستفادة أكثر في كيفية تعيين المستشارين لدعم أحسن الإطارات بين قوسين العربية قد تكون مستشارة في اللجنة. وسيتم ذلك إن شاء الله، وسيأخذ ذلك بعين الاعتبار أخي عبد الله. إذن سنأخذ ذلك وسيتم ندرج ذلك في مناقشات أخرى، لكن هذا لا يعني أن التوصية بنفسها كتوصية عامة ممكن أن تؤخذ، يعني كما أخذنا توصيات أخرى التي تمت مناقشتها في ذلك اليوم. شكرا أستاذ. شكرا. لأن حاول سجل جميع النقاط التي يتم إدراجها خلال المناقشات حول التقرير. في أي حد عنده أي مميز مداخلة؟ الأخت صعوبة تفضلي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك أحمد بصحة وبخير. أنا بس كان هو توضيح يعني الموضوع المستشارين هو تطرقنا له، يعني لم يتم مناقشة أي تفاصيل، ويعني وهذا يعني يمكن شجعنا أنه نعمل له اجتماع خاص، يعني يصير في تعريف أكثر عن المستشارين ومهامهم. فالموضوع كان يعني هو بس ملاحظة وتم التطرق إلها بدون أي تفاصيل وبدون أي توصيات يعني، ولكن أنه يمكن هاي فرصة أنه نحكي عنها أكثر باجتماعات ونشرح أكثر عن الموضوع للجميع. حتى الأستاذ موزة عند ملاحظة أن موضوع المستشارين خليها كتوصية ممكن يتم تفصيلها بعد ذلك فيما بعد، فهذا يعني وأنا أؤيد هذه الفكرة صراحة، فنخليها كتوصية أخي عبد الله، وبعدين إن شاء الله الاجتماعات القادمة ممكن نبدأ في التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. في أي حد عنده أي ملاحظات؟ ممكن أن نذكر ذلك في التقرير، يعني ممكن أن نضيف جملة على أن يتم تفصيل طرق تعيين هذين المستشارين أو يعني في اجتماع لاحق مثلا، يعني لكي نكون يعني واضحين. إذن على أن يتم تحديد آلية اختيار المستشارين في موعد لاحق في مناقشات مخصصة لذلك. أظن إذا سمحت مني أن أتدخل كذلك في هذا الموضوع. السلام عليكم جميعا، وأتمنى أن تكونوا كل في صحة جيدة. بالنسبة لهذا الموضوع أو هذه التوصية، فصياغتها كانت كذلك بهذا الشكل. إذا كنت يعني رجعت إلى التوصية كما تم تحريرها، فقد تم يعني عبارة عن أن يعني سبل حضور هذين المستشارين سيتم تحديدها على من بعد. فكانت هي يعني توصيات قدمت خلال اليوم الأخير، وقد حرصنا كيعني فريق عمل أن نأخذ كل التوصيات التي قدمت من خلال يعني الأيام الأربع، حتى لا ننسى أي توصية هامة قدمت من بلد في إطار دعم الدستور الغذائي. وشكرا. شكرا دكتورة كريمة، شكرا جزيلا. نمشوا على النهج اللي مقترح به فاحنا الان مع المقترح ديال الملاحظه ديال الدكتور موسى، انه نخليوها كتوصيه، وبعدين في التوصيه نحاول نطورها بشكل انه يتم تحديد تفاصيل او اليه اختيار المستشارين يعني في مناقشات الاجتماع لاحق ان شاء الله. في اي حد عنده اي ملاحظات؟ اذا نعاود ناكد
تفضل اخي عبد الله. اسمح لي استاذ صامويل، حبيت نعود النقطه تاع المستشارين اذا سمح لي استاذ دوسري. كل حال المثال المعروف تاع الاتحاد الاوروبي اللي عنده مستشار يحضر الاجتماعات، هي فكره جيده ان المنطقه العربيه تكون عندها هذا التفكير. حبيت فقط الى تقدروا تكتبوا ولا تاخذوا بعين الاعتبار الصياغه تاع الجزائر لهاتين النقطتين متعلقتين بتعيين مستشارين او دعم تقدم مستشارين للمشاركه في اشغال الاجتماعات. نكتبها لك على الخاص استاذ. ممكن ربما ان استاذ صامويل نعم يس يا ممكن ان تعطى ربما تقترح صياغتك استاذ عبد الله للزملاء، وان شاء الله يعني ستؤخذ بعين الاعتبار. اذا كان انت بعثت الصياغه ستؤخذ بعين الاعتبار على الجانب على الجانب يا على الشات، يعني مهمتين جدا جدا يعني بيرفكت. انا يحضرني المثال تاع الاتحاد الاوروبي انه يعني عنده مستشار، يعني فكره جيده جدا لكن الصياغه حبيت تكون ساكتبها في الجانب. شكرا. اكتبها على الشات. شكرا. الاخت نسمه من الاردن. مساء الخير للجميع. الحمد لله على الجامعه. الحمد لله على السلامه جميعا. بس انا حابه اسجل شكري لفريق الخبراء وللدكتور صامويل. فعلا التقرير كان وافي جميع النقاط، اخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات من الدول العربيه حتى الملاحظات الاخيره وتم ادراجها. بعض الملاحظات اللي وردت من الزملاء لا يعني ان التقرير ناقص او انه في شيء، بالعكس يعني انا جدا شاكره لهم لجهودهم في اعداد التقرير. كان يعني معاهم اقل من نصف يوم يعني، وكان التقرير جاهز تماما. فشكرا جزيلا لهم، وشكرا جزيلا للدكتور صامويل وللمنظمه العربيه على الورشه الرائعه اللي صارت في عمان، وشكرا لعمان. بالنسبة بس لملاحظة بخصوص الدليل الإرشادي اللي أعدوه الزملاء في الإمارات العربية، إحنا حابين نشارك في عملية التنقيح إذا بيوافقوا على هذا الموضوع ترسل لنا إياه دكتور أحمد. أظن الاستفادة منه رح تكون كبيرة للجميع يعني، والإضافة عليه من الدول اللي عندها أوريدي لجان وطنية برضو رح تكون كبيرة. وشكرا لكم كمان مرة. إن شاء الله. شكرا. شكرا مهندس نسمة على هذه المداخلة. أخي عبد الله عندك ما زال رفع يد، خلصتي ولا ما زال عندك ما تقول؟ خلاص. أعتقد أنه إن شاء الله سوف نأخذ الملاحظات كلها الآن اللي خدناها في الاجتماع، بالإضافة إلى الملاحظات اللي جاتنا عن طريق البريد الإلكتروني، ونعدوا واحد الصيغة ونعود نعملها عليكم من جديد. وفي انتظار الملاحظة تاعكم إلى من هنا لغاية يوم الجمعة إن شاء الله راح ندخلها كذلك، ونعمل عليكم الصيغة النهائية تاع ممكن حتى نناقشها عندنا في الجروب واتساب لو عندكم أي ملاحظات، ولو عندكم أي أخرى. لو كانت في ملاحظة جوهرية فإحنا مضطرين في اجتماع آخر ما كانش نعتبر أن التقرير يعني معتمد.